اللقاء مساعده كتير ما في شك. طولية ادي المحاولات ممكن يبقى فيها خطورة. شوقي السعيد الجباس خطيرة جدا الجباس، يا سلام على الهدف، جوه جول، الهدف الاول لنادي دجلة، خطير دودو الجباس. قلت لحضراتكم اي لعبة ممكن يروح يهدد بيها مرمى النادي الاسماعيلي، وادي بالفعل الراجل قرب دجلة من الثلاث نقاط. ادي المتابعة وكان بامبا مش ممكن، كان بامبا متحرك ومزعج، لكن شوقي السعيد بتعمل ايه يا شوقي؟ بتغلط مع دودو الجباس، الراجل ده ما ينفعش مدافع يغلط معاه، خدها من قدامه شوقي السعيد، كان ممكن يأمنها شوقي السعيد افضل من كده، لكن الحقيقة خدها بمهارة عالية دودو الجباس وحطها بقى في الزاوية الميتة او الزاوية الصعبة.